سلام لافامي، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ اليوم هالوين في دربنا. نا 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 نا. ايوي اليوم دربنا دايرين هالوين. كنت شفتها في واحد لاباج فيسبوك دايرين بان ما يديروا هالوين حتى البحر، فقلت غادي نمشي نشارك معاهم. هاد الحي صراحه فيه بزاف ديال النصارى وقطر، ما كتعرفوا فيه جميع لي ناسيوناليتي، وكانوا بوستاو بانهم حدا البحر غادي يكونوا دايرين جونغ جالسين حدا الفوق، كل واحد جالس اونتخ واحد جوج عمارات، حيت هنايا دايره بحال نصف دائره ديال العمارات اللي هنا في قطر في جبهه بحريه في الكور، وكيجلسوا قالوا كل واحد غادي يجلس وغادي يجيب الفانيل، وبقى الدراري بقاو يدوروا وياخذوا الفانيل من كل فوطه. ما هي بصراحه ولات فوضى حيت الناس بزاف، وانا حطينا الفانيل ديالنا في واحد البلاصه كانت معاو ثاني كنفرقوا وجلسنا لنا كيف ما كتشوفوا. وحنا مشينا باش زعما نستمتعوا ونهرسوا تحنا شويه الروتين، وفوالا هادشي اللي كاين. وقلت نصور لكم شويه لي كوستيم ديال الدراري الصغار. بزاف ملي غيشوفوا الفيديو يقدروا يقولوا زينب هادشي اللي كديري ما مزيانش ياك وحرام وكلشي، وانا راه عارفه حتى واحد ما يكومونت عليا حتى واحد ما يحشيري. المهم زعما اللي فكر بهذا التفكير عندك الحق وقيله، ولا ما عندكش الحق وقيله، المهم كل واحد اعتقاداته. ما هي يا اصلا بزاف تاع الهضره جات على هاد الهالوي. انا فاش كنت درت واحد لا ريشيرش ديالي لقيت ايفيكتيفمون بانها واحد الحفله مسيحيه قديمه جات من لي زيل بريتانيك، وكانوا كيحتفلوا بها واحد المجموعه ديال الكريستيان وداكشي باش كيحتفلوا بواحد العام جديد. ابري كانت تا ايرلند كانوا كيحتفلوا بها، وبحال فاش مشات ولات الهجره فاش هاجروا الميريكان وكندا داو معاهم هذا الكونسيبت. فاش وصل الميريكان تبدل ولات حاجه اخرى هالوين، ولا واحد الاحتفاليه عصريه اللي من اهم الاساسيات ديالها ان الدراري الصغار خاصهم يلبسوا واحد اللبس ديال لي فونطوم ديال الساحرات ديال لي مونستر لي فامبير. المهم باش يخلعوا الناس ومن طون باش ياخذوا الفانيل اترافير واحد الجمله اللي كيقولوها اللي هي تريك اور تريت، يعني زعما تعطيني الحلوى ولا ندير لك واحد التعويده. مثلا دوك هنا الدراري صافي فاش كيمشيو ياخذوا الفانيل كيقولوا كيقولك حلوى ولا تعويده، يلا عزل نسحرك نسحر عليك عندي لك بوت ولي بوعه هما نعطيو جوج فانيلات. ايوا دوكو زعما هذه هي الحله العصريه ديالها، مي سان فيش انها كتخليها وكل شيء. حاجه اخرى كاين اللي كيقول لك لا هي واحد الاحتفاليه اللي كي زعما سيتون فيت اللي كي ما عرفتش كيفاش كيقدسوا فيها الموتى، ولا باغيين يرجعوا فيها الموتى باش يرجعوا هذوك الموتى، فكيعطيو لو ساكريفيس ولا واحد لو دون لي سان ولا ما عرفتش الاش شي وحدين باش هكا يحيوا هذوك الموتى. زعما هما هاد الفانيل كيعطيوهم الفانيل باش يحيوا، زعما لو ساكريفيس اللي خاصهم يديروا من الناس خاصها تعطي الفانيل وهادشي. المهم بزاف د الخرافات بزاف د الخزعبلات. المهم هما الفت زعما لا فيت برينسيبال كانت في بريطانيا في ايرلند كانت حاجه اخرى تماما، فاش هاجروا بزاف على ما قريت من مورا واحد لافامي في ايرلند مشاو لكانا مشاو برينسيبالمون الولايات المتحده الامريكيه وكندا وداكشي، فداو معاهم هادشي وهما هما ادابطوه ليهم وخرجوا منه النسخه ديالهم ديال هالوين. وما انا دون تولي كان قلت لكم انا كنمل زعما غير مفوجه مع راساتي اختي الغربه الغربه ما عندنا ما يدير في الحياه، عرفتي انا كتجيونا هاد المناسبات مره في 10 سنين كنبغيو نهبطو نهرسو الروتين مع هادشي، مي سينو ما عندنا والو، ما عندنا جيران نهبطو نهضرو معاهم، ما عندنا مارشيات اختي نمشيو نتقداو نضربو فيهم وننمو فيهم، ما عندنا حمامات ننمو، هادشي اللي عطى الله معمرين وقتنا وصافي. المهم وليداتنا جمعوا الفانيل عطاو بزاف الفانيل، خدينا صور تذكارية، ضحكنا شوية مع وليداتنا لعبوا ونشطوا مع راساتهم كيف ما قلت لكم، خدينا تصويرة تذكارية كاملين. ابخي شو شحال ديال الناس انتي راه الناس 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 بزاف كوميم عرفتي، قلت ما يكون حتى حد مي وكاينين عرب وكاينين ناس بالحجاب زعما مسلمين بحالنا تا هما، ما كاينش مشكل
مهم علينا نقلت لكم الاجواء ديال هالوين في قطر. الاخر في الاخر جو صراحه كنا بعدنا ما شفنا زعما جو واحد لي ريسبونسابل ديال ما عرفناهم البوليس ولا شنو اللي جاو زعما كيفرتكم بالجرقه بان هادشي ما حسوش الدار حيت قطر بحال مثلا هاد لي فات ماشي ما عندهمش الحق زعما يتسيليبراو في مكان مفتوح. يقدروا يديروا سيليبراسيون في اوتيل هالوين ولا شي مطعم ولا شي حتى الحوايج ما كيتباعوش تاع هالوين كيتباعوا خلينا حنا عندنا هاد المغازي اللي كتبيعهم خاصك تمشي عنده وتقول لهم راه بغيت نمشي وكيديوك لواحد البلاصه باش تشري. دايوغ انا بديت نمشي للكوست سيتي سا ما كانوش الحوايج كانوا مخزونين وباش خدينا كتاخذوا مخزنه انتيردي باش تكون الحفله علنيه. بعد خدت لي الفيلم العاند العاند انتيردي تكون حفله عانديه نسينا قلت لكم راه كيديروها في لي زوتيل وكلشي. مشينا لدارنا شفنا فينيداتنا وي بصراحه اللي عندي في الدرنا شي شحال ديال فاني جمعنا هاد العام والو بناتي شبعاني شتم قوم في قفيز فيزا. ايوا سالت ليلتنا ونتمنى الفيديو يكون عجبكم وكم دابيتود كنونسكم بالطرا زعما انا ماتش كنتقال عليكم ولا نتمنى يكون خفيفه وباي.